كابتن محمود سعد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ عبد الله، بس تعريفه بس على كل متابعينك. يعني قبل ما اتكلم في اي فنيات حبيت ابدا معاك، قول لنا تقييمك لامين عمر وملاحظاتك، وهل للاهلي ضربه جزاء ولا ملوش ضربه جزاء، وصحه هدف الاهلي. بص يا استاذ ناصر، يعني ممكن، طب ممكن تكلمنا على 2012 اشوف معاك ولا؟ يلا فورا اهو، فورا فورا اهو، اهو اللقطات اللي جايبها لنا الكابتن محمود سعد، وهنساله عن كل حاجه يا جماعه، واداء امين عمر. انا شايف ان امين عمر ادار مباراه بشكل جيد جدا جيد جدا، كان رائع في المباراه. الذي طلبته غير متاح الان. اهو بنتصل بيك تاني. انا شايف ان امين عمر والتحكيم النهارده كان رائع، وانا هتكلم على ده لان ده رد على كل الظلمطحيه اللي قاعدوا يشككوا في امين عمر ويقولوا ان امين عمر كذا وامين عمر كذا وامين عمر كذا، ده رد عليهم كبير. كابتن محمود اتفضل. يا كابتن محمود. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. يعني النهارده انا تقييم امين عمر ان هو برده كان هادي واداءه، وانا شايف ان هو كان جيد جدا، يعني النهارده مش هنقول امتياز بس هنقول جيد جدا. تمام. سريعا وبعدين هنرجع نحلل تاني ولا اقول لك؟ لا لا لا، نبدا من الاول ونحلل علشان نسالك على كل حاجه. لا يعني نتكلم. اتكلم يا كابتن. ايوه ايوه اتفضل، كله يلا اتفضل. طيب احنا النهارده كان عندنا حكام المباراه النهارده طبعا امين عمر ويوسف البطاطي وهاني الخيري. كان الرابع احمد الغندور. كان معانا اثنين حكام على الفار، محمود عاشور ومحمود بتوني ايفار. طبعا النتيجه هي مباراه الاهلي، فهنقول الاهلي والزمالك. الاهلي تقدم عن طريق صلاح محسن في 73، فيما عدل فرجاني ساسي بهدف رائع، وهدف صلاح محسن رائع برضه في الدقيقه 80 للزمالك، بتنتهي المباراه بهدف لكل منهم. الاخطاء امين عمر احتسب 11 خطا على لصالح الاهلي في مقابل 14 خطا لصالح نادي الزمالك. اشهر امين عمر النهارده ثلاث بطاقات صفراء، ووقع بطاقه صفراء وحيده لاي اشرف 43، وبطاقتين صفراوين لنادي الزمالك لمحمود علاء ولفرجاني ساسي. تمام. احتسب هاني ويوسف البطاطي تسللين على كل فريق. تقدير للحالات اللي هي هنقول الحالات بتاعه الانذار او الطرد، في طرد مستحق لمحمود علاء، تغاضى عنه كابتن امين عمر، وتغاضى عنه كابتن محمود عاشور، لان تغاضى عنه كابتن محمود عاشور لان ده من اساسيات حكم الفار، ان هو لو في طرد مباشر يقول ان في طرد مباشر ومش انذار ثاني، او مش انذار، ولو فيها طرد مباشر مش انذار يدي طرد مباشر. الكره كانت فيها، لو حضرتك موجود متابع، الكره كانت فيها تدخل عنيف من محمود علاء، فيها كل الاعتبارات بتاعه الطرد موجوده، اللي هي بنقول عليها قوه زايده، لان احنا بنقول بنبدأ بالإهمال مفيش إنذار، بنقول التهور بندي عليه إنذار، بنقول استعمال القوة الزايدة لازم يبقى فيه هنا كارت أحمر. هنا كانت الاعتبارات بتاعة القوة الزايدة موجودة في عبد الناصر في الكورة في لعبة محمود علاء كاملة، من حيث المسافة والسرعة والقدم المرتفعة عن الأرض. هي دي الاعتبارات اللي موجودة في كورة محمود علاء. تمام. لا عندنا الحالات تانية يعني أول حاجة عندنا في حاجة كمان مش جاية مع اللقطة دي، المسافة اللي محمود علاء عامل فيها التاكلينج كبيرة، يعني أكتر من ياردة ونص، عامل التاكلينج أكتر من ياردة ونص، فيها اندفاع، فيها قوة، فيها رجل مرتفعة عن الأرض، ودي اعتبارات استعمال القوة الزايدة.
دي كل اعتبارات استعمال القوة الزايدة. يعني كده محمود علاء يستحق كارت، انا شايف ان الكرة دي كارت احمر للكارت الاحمر المباشر. طيب محمود علاء اللي بعديها عندنا الهدف بتاع النادي الاهلي. هدف النادي الاهلي في تسلل على محمد شريف، لكن صلاح محسن كان موقفه سليم. تمام. ما بيعتبرش هنا في تسلل. التسلل هنا اللاعب نفسه اللي استلم، مين اللي استلم؟ صلاح محسن. محمد شريف ما استلمش. لو كان محمد شريف راح في اتجاه الكوره او حاول يتدخل في اللعب او حجب او اثر على المنافس، كان هنا يبقى تدخل في اللعب، يبقى كان من هنا الفار كان يرجع الكرة ويحتسب التسلل. لكن الكرة ما كانش فيها مشكلة، اللي استلم صلاح محسن وانطلق صلاح محسن. محمد شريف ما شاركش في الكرة وما كانش موجود في حيز اللعب الناشط اصلا. فهنقول الهدف سليم والقرار سليم برضو للفار. كده يبقى هدف الاهلي سليم 100% لان التسلل. هات بقى الكرة اللي انت جبتها ديت، هات الكرة اللي انت جبتها دي. دي الكرة التسلل على نادي الزمالك على حميد احداث. تمام. احنا دلوقتي هنشوف لاعب نادي الزمالك ولاعب نادي الاهلي القريب اللي هو جنب لاعب نادي الزمالك في الدايره. هتلاقي لاعب رجل قدم لاعب نادي الزمالك مقدم على لاعب نادي الاهلي والتسلل موجود بالظبط كده. هنا لاعب رجل لاعب نادي الزمالك اللي في اقصى الكوره لحظه استلام الكوره كان متقدم على قدم لاعب نادي الاهلي اللي واقف اللي هو في دايره منتصف الملعب. وبالتالي التسلل هنا صحيح، وهو هنا ساب اللعبه تمشي وبعدين عمل ديلي عليها بعد ما راحت الكوره وضاعت وما وقفش الهجمه هنا. يوسف البساطي لغايه لما الكوره وصل وراحت، وبعدين الفار قال ان في هنا تسلل موجود. تمام. في كوره بقى احنا يعني ما وقفش عندها الاعاده جت اكتر من مره، اللي هي بتاعه رامي ربيعه. انا شايف ان فيها تدخل على قدم رامي ربيعه اللي هو تعالج فيها دي. الكره دي الاعاده ركزت على الكره العرضيه اللي ضيعها مهاجم نادي الاهلي، وما ركزتش خالص على الراجل اللي داس على رجليه على في الاخر في اخر عند حدود السته يارده، وهو فعليا اتعالج. هو ما جالوش كرامب يعني. الكره معموله فاول عتب رامي ربيعه انداس على قدمه، هو كان دايس على رجله. طبعا جات له اصابه في انكل رجله من دوسه القدم. فانا كنت هنا لزاما على الكابتن محمود عاشور ان هو يجيب الكابتن امين لمراجعه اللعبه دي، لان الاعاده وضحت لنا هنا الاشتراك على الكوره العرضيه فقط لا غير، لكن لقينا الراجل رامي ربيعه بيتنطط بعديها بخطوتين. ده احساس ملعب، هو عمره ما هيتنطط واحد يكون حد داس على انكل قدمه. معايا ولا مش معايا؟ معاك. يعني دي ترقى الى ايه يا كابتن؟ انا شايف ان هي فيها ترتقي لاحتساب ركله حره مباشره، طبعا هي داخل منطقه الجزاء، فهنقول ترتقي ركله الجزاء لصالح النادي الاهلي لم تحتسب. يعني كده في كارت احمر لمحمود علاء وفي ضربه جزاء للاهلي، يعني محمود علاء كارت احمر في لعبته مع قفشه، ورامي ربيعه ضربه جزاء نتيجه العنف والدخول على انكل الرجل. بس انا بحمل لعبه رامي ربيعه دي للكابتن محمود عاشور مش للكابتن امين عمر. محمود عاشور كان لازم يجيبه يراجع اللعبه دي، حتى لو ما فيهاش حاجه، حتى لو امين شاف ان اللعبه سليمه ما فيهاش مشكله، كان لازم الكابتن امين يروح يشوف ويرجع يقول ان ما فيهاش حاجه. يعني كده الاهلي ليه ضربه جزاء. انا شايفها من وجهه نظري ان فيها ركله جزاء. يعني هم قال الاعاده ما كانتش واضحه، بس انا بقول لحضرتك هي من وجهه نظري ان في قدم على انكل قدم وش قدم على انكل قدم رامي ربيعه من الخلف، وديت فيها اعاقه واضحه يعني. طيب الكوره دي هل ترقى لضربه جزاء بتاعت الزمالك اللي هي بتاعت بنون مع بن شرقي؟ اللي بتاعت مين؟ بنون مع شرقي. لا
لا الهجمه بتاعت اشرف بن شرقي وبدر ونون في، ولا الكوره قصدك بتاعت زيزو اللي هو شد فيها؟ لا لا لا، اهي قدامك اهي اللعبه دي زيزو دي زيزو ولا بن شرقي دي؟ اهي لا ده دي زيزو اللي مسك، اللي فيها شد من زيزو مش من بدر بنون. الشد هنا من زيزو هو معدي، معلش اللقطات دي خدعه شويه. تمام. هي فيها بص فيها ايد من زيزو وهو معدي مع بدر بنون، لكن هي مش رفع الجزاء، ده هي ركله حره مباشره على زيزو. طيب وكره وكره اشرف بن شرقي؟ كره اشرف بن شرقي هنقول ديت هي كانت من بره 18، ما كانتش جوه منطقه الجزاء. تمام. كانت من خارج منطقه الجزاء. لا ترتقي ركله حره مباشره، انا شايفها ترتقي ركله حره مباشره. في حاجه، في فرق ما بين الالتحام العادل، الالتحام العادل المشروع اللي احنا قلنا عليه اتكلمنا عليه امبارح، اللي هو الكتف في الكتف، وهنقول بقى هنا القوه الجسمانيه بتاعت اللاعب هي اللي بتحكم الموضوع. تمام. في فرق ان انا ادفع بالكتف في صدر اللاعب، ودي اللي حصل في حاله اشرف بن شرقي، كان في دفع صدر اشرف بن شرقي، لكن الكره اللي داخل منطقه الجزاء بدر بنون واحمد سيد زيدو، لا هي فاول، انا بقول ركله حره مباشره على احمد سيد زيدو لشد بدر بنون، هو اللي اعاق بدر بنون، مش بدر بنون هو اللي عمل له الاعاقه، فهو عشان كده الناس بتطالب بركله جزاء. لا هي هنا الاعاقه لصالح احمد سيد زيدو ولا احمد سعد بدر بنون وليس العكس. تمام. لكن الكوره بتاعت بن شرقي انا شايف ان فيها ركله حره مباشره لصالح بن شرقي. تمام. لا، عندك أي حاجة كده تاني؟ في أي حاجة للزمالك يستحقها الزمالك؟ لا، هي المباراة كانت هادية، وكانت لغاية هي المباراة تقريبا اشتعلت من إحراز الهدف بتاع النادي الأهلي بتاع صلاح محسن، يعني من الدقيقة 73. لكن الزمالك حتى الكورة اللي تسديدة شيكابالا وتسديدة والمتابعة بتاعت بن شرقي ما كانش في موقف تسلل، وتابع الكرة بشكل سليم وحط الكرة وخرجت برضه بشكل سليم، وغير لما مسكها محمد الشناوي ما كانش فيها أي مشاكل وما كانش فيها أي إعاقة. يعني نقدر أبرز الإعدادات اللي كانت موجودة في مباراة اليوم، يعني نقدر نقول إن مجمل الحدوتة إن في ضربة جزاء لرامي ربيعة وطرد محمود علاء. أنا شايف من وجهة نظري إن التدخل محمود علاء ده لعب بقوة زايدة، أنا شايف إن هي فيها قوة زايدة، اعتبارات القوة طب زايدة. هدف الزمالك في مشكلة؟ لا 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 بتاع فرجاني ما فيهوش أي مشكلة، في مشكلة في إيه؟ كان في تدخل من حداد. من مين؟ من أحداد. لا لا من حميد أحداد، لا ده هي الكرة اتفوتت واتلعبت والراجل راكنها بطريقة كويسة. طبعا هدف عالمي. هدف عالمي طبعا. هدف هايل بصراحة. طيب عايز اسالك سؤال اخير، الحكم الرابع احمد الغندور واقف في الصوره دي اهو، وشيكابالا بيشاور بجزمته الجمهور الاهلي، هل ده كان يستدعي تدخل من احمد الغندور الحكم الرابع؟ طبعا طالما ان في اي حاجه لم تقع تحت طائله الحكم، حكم كان لزاما على حكم الرابع يلفت نظر على الاقل خالص، لو فيها اي مشكله كان يديله كارت اصفر، هو دائما ما بيثير يعني شيكابالا لعيب كبير وقيمه كبيره، لكن دائما ما بيثير المشاكل في مباريات الناديين. وفي هنا لعبه بعتها لنا الاستاذ محمد الجبري من الاهلي اونلاين، كمان داخل منطقه الجزاء دوس على الرجل لكرة رامي ربيعه اللي انت بتقول بعتها لنا متقربه جدا لها، اللي هي ضربه جزاء الاهلي. تمام، يعني انا كلامي صحيح، انا ما عنديش صوره ليها واضحه. لا 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 هو سامعك وبعت لنا صوره واضحه الاهلي اونلاين. طيب تمام. شفتها معايا؟ كده شفتها مع حضرتك. طب الحمد لله، يعني انا بحمد ربنا طبعا ان انا كده يبقى كان زي ما اقول شك في محله، او يعني الدنيا كانت ماشيه الحمد لله، يعني تقديري في الكوره كان سليم. طب هي كان المفروض ان الكابتن محمود عاشور هنا يستدعي
الكابتن امين عمر ويتفرج عليك يعني، ما فيهاش مشكله خالص. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن محمود. بشكرك يا استاذ عبد الناصر، ودايما في تعلق وتقدم ان شاء الله، وبشكر كل متابعين كره بلدنا الجمال. شكرا جزيلا. كده الاهلي ليه ضربه جزاء بتاعت رامي ربيعه وارض المحمود علاء، والهدفين صحاح 100%، ليس هناك شيء اخر. ده الكابتن محمود سعد المحترم خبيرنا التحكيمي.